فقدت عليه قناة التاسعة اليوم الثلاثة 15 ديسمبر مازالوا أقل من 15 يوم ويتعدى 2020. يا ربي سهل سهل ال 15 يوم شي نجم يصير فيهم الله أعلم. معناتها سعيد برشا إنه عندي تيم جديد حاضر معنا جماعة هذه. حسن بن عثمان يا مرحبا. أنا يبدو لي أن هذين كثرت من الحضور وكثر من العسل يمسار. فوالا فوالا. ولكن يعني بالنسبة لي أنا وفي ديما تظل عندي عالم. عندي جبتنا عسل جديد. والله شوف شنو نقول لك تو تشوف السلعة من بعد. تصفيقة كبيرة على إيمان الشريف. أمونة شنو أحوالك؟ أنا سهرة معكم الليلة ومحلاها سهرية. بحضوركم الكل جو سوي تري كونتون ديت لا parmi vous الناس تفرج فينا ان شاء الله تتعدى سهريه حلوه. يعطيك الصحه صادق حلوس. مرحبا بيك عايش كرمي فضلك. يعطيك الصحه بعد صادق ملك لا امين الامام. ريتك كيفاش جاوني ما تعرف علاش خاطرنا زوزه ولاد الدار هذاك علاش خاطرنا ولاد الدار جاونا برشا ملاحظات على شبيك على اعصابك وكذا. هاني نوف نتكلم ولا نسكت؟ لا لا طبعا نحكي وطبعا طبعا. يلا تصفيقه كبيره على ملك بكري. تبارك الله عليك ملك. تعمل في البرامج السياسية أما راك يعني تنجم ما تتنجم تعمل برشا حاجات أخرى. هاني قاعدة نمشي معاك كل مرة كل ما تستضيفني. ورد بالك السياسة اللون تيرم تقتل المخ. خدت نفس الأسئلة نفس ريت اللي صار 2020 صار 2018 صار 2017 صار 2011 أنا نرجع لكلمتك اللي بديت بيها. مازالوا جمعتين في العام هذايا يا رب يعديهم على خير ونبداو العام بأخبار باهية وبجو باهي وبأمبيونس باهية وبتونس باهية تو سامبلومون. حتى نصدقك إن شاء الله. شنو الباهي شنو الباهي نجم يصير؟ مقداد السيني. نجم تصير حاجات باهية في 15 يوم. اللهم أنا نقترح عليك حاجة توا معناها. إي في معناتها بداية سنة 2021 ما صاب تاخذ بخاطري أنت والقناة أي. وتبدلون عنوان المنوعة هذه تولي كثر الهم يضحك. والله العظيم والله حتى نضحكوا من الهم. احنا مقالك كي يكثر الهم راه يبدا يصدم عليك ضحك كبير. حتى الهم ما عادش يضحك مقداد تو سي معناها ما تبقاش. وتعرف الضحكة مقداد اللي تجيك في زنازة بيان سور تبدا انت ماشي تعزي وجو كئيب وتشدك ضحكه بيان سور وتبدا في الريت مين الامام يعيط سي مقداد مقداد تقول غريبه والله غريبه. شنيا سي صادق عمره جي 80 سنه الراجل. هاي شبيه احترم يقول سي مقداد شنو مقداد هكاك مصيبه بلاد هلك شباب شباب توا شباب ابدا ما تخلقتوش يا سادة قلت يا خويا تخلقت علاش. انا برشا ربي كبرنا في تاعته سي سادة وبرشا حكايات وبرشا اكتواليتي. نمشيو لكلام الويب ساعه تعليقكم على الجمعه اللي فاتت ونبداو حلقتنا اليوم. عسلامة ومرحبا بكم في كلام الويب. حلقة نهار الثلاث كانت حلقة خاصة بعد الأحداث اللي صارت في تونس المدة الأخرانية. الحاجة يمينة ونجم الدين أم وخو بدر الدين الطبيب اللي كان ضحية أسانسور مكسر في مستشفى جندوبة. زملائه الأطباء حبوا بطريقتهم الخاصة إنهم يعبروا على حزنهم بعد وفاة زميلهم. سرقوا لي حلمي وبعدوني علي كل اللي حكموا لي العنين ضحيني في هالبلاد الظلم راه كبير شدوا الكراسي وما على بالهم دير. تعليقكم وتفاعلاتكم كانت كبيرة على الجزء الأولاني من الحلقة بالأخص بعد مداخلة الحاجة يمينة.
ويبارك في والدته وجزيها خير. الجزء الثاني من الحلقة اللي كانوا حاضرين فيه لطفي العبدلي، توفيق الغربي، ليلى الشابي، ساندرا شيحاوي، وكل عادة صادق الحلويس وأمين الإمام. لطفي العبدلي اللي حكي على الإعلام في تونس وعارك الفنانين في بعضهم، وكل عادة وكما عودنا ما نجمش يحذر في بلادو من غير مشاكسات. يا كريم الغرب ما تستعرف اسمعني شبيك ما تستعرفوش نقصوا في البلاتوات من تناطيح الفنانين. راهو أنا اليوم مثلا أنت نوف وغيره نسمع فيك تحكي 20 مينوت ولا 30 مينوت مع الدرة زروق، مش لهم فيك راو أنت بيدك ما تشلقش 20 مينوت مع الدرة زروق، سألها 13 سؤال على حياتها الشخصية، وفي الاخر قبل ما توفى قالها اش عندك فنيه مقبله كم تكي كنت ابو زكاس ساكت خاص مش خاص كنت ابو زكاس توخت وبعد انا تكلمت قال الراوح لا ارقد كملوش كريم الغربي غازتني حاجه برك انك توصل للمستوى ذاك لعيب وتوصل بنتي ولا تبكي عيب يمكن انا فدلكت تفدلك وجعاتك انت وقلت ان وجعاتك فقدت انك زدت القدام من بعد على كل انا نعتذر اني وجعتك ولا يسعدني أن نوجع حتى إنسان إلا في التفديل. في مفاجأة للتوانسة الكل يعتذر من كل فنان تعارك معاه. نعتذر لأي فنان اليوم، أي فنان تونسي اليوم تكلاشيت معاه، سواء أنا غلط سواء هو غلط. منيرة حمادي كتبت وعلقت أنا كيريت لطفي وتوفيق الغربي، قلت حلقة الكلها كلاشيت، حمد لله حلقة من غير عرك ومعروف. مراد الخميري علق وقال أمنيتي رأى الفنانين التوانسة يضحكوا ويلعبوا من غير عرك، رانا تعبنا من المشاكل في البيس الكل. ونرمين الحمراوي علقت وقالت برافو لطفي رانا نحبوك وما نحبوش المشاكل. ضيف الحلقة في الجزء الثالث كان اليوتيوبر علي اي جي تي في اللي يحكي على خدمته وجديده وفسر سرته للصادق فيشيع. خولة كتبت وعلقت نتفرج على خاطر علي وحقه خذي أكثر وقت. سرور النفطي تحية لعلي وناس الجنوب ونحبوا الراو أكثر شباب في تلفزنا. في فقرة أنا وأمي الأكرم الغربي رينا شاهد شهودة اللي كتبت وعلقت شبعة ضحك وفرفشة برافو. ريم حامد كتبت وقالت يا ناري عليك يا أكرم خمسة كفوف اليوم سيرين السوداني تكتب وتقول من صغري كنشوف واحد ياكل شلابك قدامي نحس براحة نفسية واو والله فيديوهاتك يفرهدون. كانوا هذم الفيدباك متاعكم على فيسبوك التسعة تي في هاشتاج لمن يسر فقط يوتيوب التسعة تي في والتسعة تي في بون كوم. نتلقاو الجمعة الجاية في كلام الويب على لمن يسر فقط. شكرا لكم. هنا باش نسأل خاصة العباد اللي موالفة بالنقاس باش نقولكم كيفاش نجاوبوا الغلط بالغلط. بمعنى محمد العفاس الفيديو والتصريح اللي قالوا به قال كلام معناتها فيه مراجع دينية فيه مصطلحات كذا، المشكلة انه هجنا برشا وسبيناه برشا. ما انا حطيت روحي انا به. ولكن كي نشوفوا الكلام اللي تقال ما هوش كلام في الصميم، كلام ما يغيرش الآراء، كلام يخلي الناس تتعاطف مع محمد العفاس أكثر. نعطيكم أمثلة واعطيوني رأيكم. باش نبدأ بالبوليميك، جودة ناجح على إذاعة EFM قالت نتمنى أنه يغتصبوا ابنة أو أخت محمد العفاس، ثم اعتذرت جودة ناجح ومحمد العفاس قبل اعتذارها لأنه فهموها الكلام اللي قالوا بالغلط. شو الكلام هذا؟ ياسين عياري قالوا كان جيت راجل ما يهزوكش من وذنك النبي القروي واكتسبت الرجولية الروح قبل ما تعطي فيها دروس. رد ولكن رد سبين نوعا ما. ياسين العياري هذا النائب اي قال زميله هك اي من القوة شنو جديدة كما ما في بالي يعني مقابل بعضهم يعني مرجعية. ليلى الشابي المحمد العفاس انسان متخلف في مخه قلبه ذاته في فكره وفي وجهه زادة نوع اي ما نوع من زادة نوع من الشتم ما فهميش المضمون. النائب محسن العرفاوي تحية النقابيس فاقس اللي أدبوا العفاس ونحولوا سرواله جمعية النساء الديمقراطيات محمد العفاس المتطرف المستتر بغطاء الدولة المدنية ضمن الحريات كذا وكذا وطياراته الرجعية ودرشنا شكوني نساء ديمقراطية الممثلة عزة سليمان شاسمة السيدة يسرى فراوس شقالت قالت المتطرف المستتر بغطاء الدولة المدنية الضامن للحريات من أجل ترويج لأفكاره الإرهابية والتصور والرجعية والمتقلبة. عزة سليمان كلنا عاهرات. سامي عبو للرد على محمد العفاس أنت هنا رجل دولة لا رجل دين، الدين لا يختزل في المرأة والجنس. سالم الأبيض الصراع اليوم بين خطاب الإمارة الداعشية والدولة الوطنية وائتلاف الكرامة هم أتباع أبو عياض.
فهمتوا اشكاليتي شنو؟ فهمتني سي مقداد؟ اي فهمتك. ما فماش رد في الاخر، الكلهم حكيوا عليه ولكن لا احد رد عليه، والرد هو الاقناع المواطن. مع انا باش نقول لكم، سالنا عملنا عينه عشوائيه وسالنا 2500 في الانترنت شنو رايكم، ومانيش باش نقول الارقام لانه الارقام باش تفجعنا، دونك اونزاب ما نحكيوش، لانه الناس اللي ردت على محمد عفاس ردت عليه بكل عنف. وشنو يخلي؟ يخلي انه محمد عفاس ينتصر وانه رايه ويكون اقوى عند عند المواطن اللي يتفرج. وي سي حسن سامحني، ماني حبيت تذكرنا برايي، وانا ما ما, ما, ما ما لا استحضر بدقه هذا راي سي محمد عفاس في المراه التونسيه. ما هو هكا ايش قال عليها باب به حكي على اللي جابوا بنات خارج اطار الزواج. قال هم اما كذا او مغتصبات، اما عاهرات يعني او مختمر في المعنى. انا ما قلت شيء. اي يا اخي محمد عفاس، يعني انت تنتظر منه ماذا؟ هذا رجل يميني محافظ على روحه، يعني متدين كما يعني يريد ان يذكرنا، ويعني معناها مع احترامي للحيته ويعني للزبيبه او 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 السيمه على وجهه. يا اخي اموره هذا، هذا تفكيره انت، وهذا المجتمع التونسي شو نعملوا له نحن؟ تبقينا نحن نقولوا يهديكم، يعني معناها يعني هالتجاوزات هذه والتجريح اللغوي واللفظي، وخاصة حين يأتي من مصدر مجلس النواب اللي هو المفروض يعني مرجع يعني أخلاقي ومرجع يعني قضائي ودستوري وكذا كذا، ويولوا هكا. ومحمد العفاس المفروض يعني يكون عليه يعني مش هذا مشكلتي يعني. أنت خارج الموضوع سي حسن. تفضل. أنه اللي ردوا عليه الكل ما رد عليه حتى حد بإقناع، ما جاوبوا حد. شو جاوبوه؟ سبوه. شو يجاوبوه؟ شو كل الطرح الفكري الكبير اللي يلزمه يعني وتروحه مقنعة مقابل وتروحه تيبا، هو قال انتوما عاهرات، قالوا له انت واش هيك يا نحس هذا هو. والشعب التونسي يعني فيسع فيسع يطلبوا للغة العاهرات والمومسات والأمور هذه. وفما برشا ناس في التيارات السياسية عملت باش تروج لصورة المرأة التونسية على أساس أنها مومس وعاهر، ويعني ما تصلحش. هذا موجودين، كتابات موجودة وكاتبين وكتابة موجودين وأشياء من هذا القبيل يا حبيبي، ونتبعوا فيهم من العام كتح طيب يجوا بدل الخطاب هم هذا كهو. فما فيديو متاع سيف مخلوف شافوه 20,000 ووقتها في الوطنية شوفوا فيها 500 واحد، باش يوريك أن المواطن قد يكون رأيه مختلف. في مين؟ أنا نحب نقول حاجة، أنه يعني المرأة هي الأم، ربي فضلنا مماتنا وربي يحفظهم ويرحم اللي ماتوا، والمرأة هي الأخت وهي البنت وهي معناها زينة الدار وهي وجه البلاد وهي المرأة المثقفة وهي المرأة الزوالية، وهي يعني ما لازمش نحكموا على الناس ونكونوا معناها في 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 موقع وموقف متاع عنف، معناها كمية كره وكمية معناها بغض وكمية تعامل بانحطاط معناها مع وضعية المرأة. يعني المرأة حاجة جميلة برشا، حاجة ثمينة، حاجة متنجأ العالم بلاش مرأة ما ينجمش يكون، رغم أنف أي إنسان وأي يعني ميولات سياسية وتطرف ولا أي حاجة. نحب نقول إنه المرأة تقعد ديما مرأة، وصى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولازم المرأة تقعد ديما تاج على رأس كل رجل وكل طفل. واليوم ما فما حتى حد يرضى في أمه باش تقال فيها كلمة. دونك كان كل إنسان وكل بشر يتعامل مع المرأة وكأني هي أخته وأمه، طيب يترفع العنف ونعيشه بألف سلام وألف أمان. بيه. أنا باش نسأل ملك ومن بعد مقدد باش نخلي لك، لأنه ملك الأجوبة متقال في البلاتو متاعك. هل سمعت أجوبة في الصميم؟ لا ما سمعتش أجوبة في الصميم. أنا باش ننطلق بسؤالك، علاش الغلط تجاوب عليه بغلط؟ حتى حد ما نجم يجاوبك على السؤال هذايا، لأنه في المجتمعات اللي تحترم روحك تولي ظاهرة وثقافة عامة السب والشتم والقذف بالطريقة اللي قاعدين نعيشوا فيها ديغنيغمون، والعنف اللفظي وبعد يتحول لعنف مادي، وشفناه حتى في أقوى وفي أهم مؤسسة دستورية في البلاد اللي هي مجلس نواب الشعب. تقف الدولة وتقف، يقفوا المسؤولين ويقفوا الخبراء ويعملوا الدراسات نتاعهم ويحاولوا يفهموا السبب علاش احنا هذا كل ما هوش قاعد يتعمل. نرجع للكلام اللي تقال نوفل،
محمد العفاس ولا غير محمد العفاس، هو نائب بمجلس نواب الشعب. هل من المعقول وهل من الممكن أنه أي نائب منتخب من قبل الشعب يمس من ثوابت الدولة التونسية الجمهورية التونسية اللي هي دستورها واللي هي مجلة الأحوال الشخصية متاحة فقط، ونحلوا الدباه هذاك في العمر؟ هو لا، فما شكون يقول لك؟ هو يقول أنا ما مسيتش، هاني باش نتستيكم أنا في بالله. لا 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 باش نتستي، سمح مساش عندي ملاحظة قبل خطر خليها بعد ما زدت في وسط الموضوع. خليها باش نتستيكم في قدرتكم على الاستماع للرأي المخالف. فما قصيدة كتبت ضد محمد العفيس، ولكن فما قصيدة كتبت مع. نستقبلوا سي جابر المطيري اللي هو شاعر تونسي. سي جابر مرحبا. مرحبا سي جابر. شاعر شعبي عنده فوق 35 سنة من الشعر، خذا جوائز في كامل الجمهورية خارج تونس في ليبيا والجزائر، أكثر من 500 غناية بين شعبي وموسيقي، وأهم اللي غناوا لك برشا تو نحكيو عليهم. أنت قلت قصيدة تساند محمد العفيس. أكيد. فوالا نحاولوا نسمعوها ولا جزء منها؟ ما هو نحب نحطها في إطارها. أي تفضل حط في إطارها. وقت اللي شفت تحت قبة البرلمان راجل من ائتلاف الكرامة اسمه الدكتور محمد العفاس ألقى مداخلة بمجرد أنه استدل بالقرآن وحديث الرسول، تكترت وهاجت عليه الناس وماجوا كيفاش يسمي التونسية بالمرأة العاهرة، ولكنهم في الحقيقة سمعنا كلامه عاودوا ألف مرة وينقوه كلامه صدق لم يخرج على نطاق القانون ولا الشرع. الرجل تكلم واستثنى المغتصبة وقال كل من تنجب خارج إطار الزواج فهي عاهرة وهي كذلك، وكل إنسان يرى الخبث في أهله ولما يتحرك فهو ديوث، وكل ما يسمى بكلمة منها المثلي وهي كلمة منبقة يزين بها في الفساد هو فاسد، هو غير راجل، هو إنسان منبوذ في مجتمعنا. نحن شعب محافظ، شعب مسلم متفتح لمحال، فإذا بهم فهذا وناضوا كيفاش يقول المرأة كذا، وزيفوا الحقائق وخرجوا كلام عن سياقه وقالوا قالت تونسية عارب. مستحيل. هو مع كرب أشكون كرب أول ما كرب المرأة هو ربي والرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وفي القرآن، ونحن نكرمها أمنا وخطأ. هذا كلام أصبح معروف، ولكن وقت اللي يجي الكاميرات في كامل القاعة معبية وكل شيء رأيناه ما عدا الخبش، تاني مرة تنقرض روحي يطلع الدم أكثر من فم لساني أكثر من ذاك ويزيد يمسحها ويوزعها ويعملوا شوها. لا لا ويتهموا بالإرهاب على خبز. خليك لا 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 هذا الكلام تعلمه. أين القصيدة يا فنان؟ نعم سمعنا القصيدة. دعنا من التشنج والتفاصيل الزائدة والزائفة. وأنا عارف اللي معاها ضدها ربما. إذا أنا نقول اليوم ثار المجلس وقزانا على الكرامة على خبشة قامت القيامة. الكل فزعوا قريب وبعيد وين سمعوا صوت الزغرادة، سياحات نديب وتغريد وناس داخت وخرى مرادة، وإعلام يضخم ويزيد تقول وقعت في الشعب إبادة، وناس طاحوا في نهار سعيد شهدوا وما حضروا الشهادة، رموا التهمة باطل عالصيد مخلوف السيد البقلادة. وصل أخبارهم قيس سعيد. يا نعم وصل أخبارهم قيس سعيد على السرعة جمع معادة ثعلب وشوية جنافيد يفعديش نطبعدة العادة، أخذ الرئيس موقف تأييد يا خسارة خرج على حيادة، بدأ الكلمة بخطاب شديد يقصف في قصف بلهوادة، جو أرض صواريخ صوارخ ترنيد ثوري يحمي أمن بلادة، رمى التهمة بوجه صناديد ويحمي في ظهر القوادة. شوف القوة عاد قوة رهيبة قديش هذا قال الشعب يريد. خلي يكمل ومن بعد هذا قال الشعب يريد ومنه ما شفناش إفادة، وقف مع أحزاب تبنيد ووجه للثوار زنادة، جنود ثور عشق التجديد عليهم يوم الواجب نادة، ضربوا مع الفخر مواعيد ونالوا تحت القبة ريادة، رجال عاشوا رغم التهديد شوكة في حلق المرمادة. هذا جزء منها، هذا جزء من القصيدة اللي فيه مش كانوا في نوع من المدح. مدح مدح ظهر لي مش عندكم مش فلوس مش عطوري ولا منصب مش عطوري. لا لا هم تقريبا أقلية على حق هذا من الشعر الذي يصح فيه قول القرآن الكريم الشعراء يتبعهم الغاوون. هذا غاوون، هذا يتصور روحه ببعض الكلمات السخيفات تو يحل قضايا الشعب التونسي.
هذا النوع هذا وثم هذا يحكي على الابداع. انت تعرف الابداع؟ تعرف الابداع انت؟ انت لا تزال عارا على تونس. لا او ما بريزونس جو نيم با لا بريسيون. الحقيقه لا 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 جو نيم با. لا شنو لحظه انت كتبت الفنانين انت كتبت الفنانين وانا ما نجمش في حضوري انا ما نجمش في حضوري نسمع 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 معناها عنف. ما نحبش العنف. كلامك تشنج ترعش بكلك يا استاذ. لحظه انا باش نجاوب. لا 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 انا باش نجاوب. انا باش نوريك المراه التونسيه شنو تقول مثلا. شو تقول؟ تقول علمتونا صغار نعشق كل الناس، لا تبعدنا الوان ولا تفرقنا جناس، وكبرنا ولقينا دنيا تلعب بينا، فوق الموج سفينة وبحارة بالحساس. علاش الظلم يظل والدمعة في العين، وأصل الناس الكل من مية ومن طين. مش قلتوا هالكون بنيدينا أمانة، وإحنا وين ما نكون للفرحة حراس، وكبرنا ولقينا دنيا تلعب بينا، فوق الموج سفينة وبحارة بالحساس. أنا حلمي كبير، أنا حلمي كبير يا أستاذ، مستنيه يطير ويمد الجناحين ويرفرف على الناس، ودمعاتي كتونسية في العين لو تلمس الحجار تسقيها ياسمين وتزرعها نور. وكفانا عنف، كفانا عنف، كفانا كفانا. هذا الكلام التعويمي لا ينفع. شو العنف هذا؟ شو العنف هذا؟ شو العنف؟ انت فنان، انت فنان، ما ترعش بكلك وتقول في كلام عنف. مش حلو، مش حلو. في ثوري رجل ثوري ولست متخنثا. سي با بو، سي با بو. ولست ديوثا ثوري ابدا. كالذين انعزلوا. هذا ثوري هذا؟ شو هذا؟ حسن بن عطول رد عليه. انا هز التاريخ هتك حسن لاضح السجابة صادق. شنو عندك تقول ردا على القصيدة اللي قالها بلي ما تدخلوناش في نقاش ثورة؟ بعدش نسمع كلام مقدد سيلي. لحظة برك جوست برك حبيت نقوله توهو الدكتور محمد العفاس وشوية احترام يرحم والديك. نايب شعب، نايب شعب يعني هو ما حتى كيعرفوه من نواب شعب ينساو اللون السياسي اللي جاي منه. أعطيني شنو الإضافة في القول اللي قالوا لتونس؟ شنو نجم تضيف لها تونس؟ أعطيني بالحق سنسير مهم ما تدافع عليه. أعطيني أنت هو نائب شعب بشكل تونس اللي ما تتحلش لمدة 50 سنة قدام. لا لحظة برك أعطيني. ما هو نائب جاي الغادي، جاي الغادي يدافع على رؤوس الشعب التونسي، على أحلام الشعب التونسي. هو ألقى مداخلته أمام وزيرة المرأة. إيه لحظة لحظة في موضوع مهين. أعطيني أنت تستشهد بالقرآن. استشهد بالقرآن. لحظة بلينينا. خليني نتكلم كلمتين عاديين. تستشهد بالقرآن فهمت؟ وتستشهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اعطيني وقت، اعطيني في لحظه برك يا صديق. اعطيني جاوب عليها ومحترم السؤال. اعطيني وقت سيدنا محمد قسم الناس نساؤكم ونساؤنا. هو ما قالش راي هو. نعم. هو يقسم في المجتمع في الشعب التونسي. معقول كلام. اسكو النايب غادي مهمته يجمع الشعب التونسي. من قسم الشعب التونسي بدمك بدم احمر ودمك اسود؟ شكون هذا؟ نعم انتم قالوا هذا الناس كل انتم قسمتمونا قبل ان يقسمكم، ولكن لم يقسموا. قال انتم كنتم تقولون نحن كذا ونحن كذا، وتكلم كلام صادق وواضح، ولكن حبوا يخرجوا من سياقه ويتهموا. سيجيب جاوب على السؤال. قالت فماشي مشكله احكي عليها بطاله فقر هم مزرق نعانيو فيه ناس تحب تخدم ناس. معناتها شنو وزيره المراه؟ المراه اكتفت صحيح مشاكلها يعني لم يراها. معناتها النساء الريفيات اللي يطيحوا الشرف في قبل الخبز والكرامه والشرف. لحظة برك يا اخي. الشرف نحن يا اخي حتى احنا نحافظوا على الشرف يا اخي. اصبحوا نادرين بالمعقول ما دام هناك امثال. يا اخي نحكي لك حكايه اخرى هذيك المره. نحن اصبحنا المخزن الوطني. سي جابر لهنا والله عليك انا وفرحت عليك. عليك جبنا تخدم الوطن احسن اسكت. تخدم التنميه تخدم الشباب. سي جابر انت عندك جمل حاضره جاي تقول فيها. لا ما عندك جمل. السؤال ما جاوبتوش. مقداد سيل انا ساعه عندي اول حاجه ملاحظه منهجيه تنظيميه. ملايين قاعده تتفرج فينا واحنا السباب والعراك مستوى بكل صراحه ماهوش حلو بكل. لا نقصنا برشا منه في المونتاج. هذا اول حاجه. لكن هل هناك من بين الناس اللي يعيشوا على هالرقعه ذي اللي اسمها الجمهوريه التونسيه مسكينه اللي جرحها معناتها مازال مندمل، فماشي واحد حكيم بركه قال
اسكو وقته هو الشيء هذا؟ مجلس نواب تحكيوا على المرأة والمختصة بها ودرا شنو هذه شنو هذا؟ اسكو سيد ليرجانس جات وزيرة المرأة؟ أنا كعضو مجلس نواب أول موضوع نحكي فيه على المرأة الكادحة مسكينة اللي تخدم اللي مشات واللي ماتت واللي معناتها تهز في الحطب فوق ظهرها في الطقس وفي البرد وفي السخط وفي السخانة شنو هذه ظهرت لي حربوشة كل مرة يعملوها ويزرفوها للناس كل ما احنا نطيحوا أكثر هموم يا سيدي بالله شنو حلال سكر توابع ولا سكر ارتب كل ما يطلعونا بتلعب يا اخوي شنو هذا يا اخوي يا اخوي شنو الحاله هذه هذايا الاكزامبل اللي حكى عليه نوفل اول ما طرح الموضوع قال علاش نرجعوا على الغلط بالغلط اللي صار في البلاتو نموذج مصغر من اللي قاعد صاير في مجلس نواب الشعب يقول هذيك كانت خطه باش ينساوا الميزانيه الدوله طبيعي. اللي باش تزرف يوافقوا على ميزانية الدولة مجلس نواب متكلف على الشعب راهو بمئات الملايين لمدة جمعة استنوا مقدد لمدة جمعة ما عادش يحكيوا على ميزانية الدولة ولا يحكيوا على الموضوع هذا في الحقيقة في المجلس النواب تكلم على الرياضة على كل شيء يا سيدي الكريم حرية التعبير مش حرية حرية التعبير والسنة لا يحب يسمع كل صوته لا لا يا نوفل برافو في إطار حرية التعبير أنت جبته في إطار وجهة النظر الأخرى بدين الجديد اسمه الحديث سيدي كريم أنت جيت في إطار أنت كي جيت هوني في البلاتو والله نحن في إطار العيد لا لا برافو بثمة ملابنا فقط كي جي هوني للبلاتو كي حضر لا لا كي حضر في البلاتو سيد الكريم انت كي حضرت في البلاتو نوفل كي قدمك شقال باش نسمعوا وجهه النظر الاخرى اللي من المفروض تعطي وجهه نظرها في كنف الاحترام خليني نكمل سمعناك بما فيه الكفايه وما قطعت انا شخصيا ما قطعتك في كنف الاحترام في كنف الاحترام ما غير غلط تعتكر في الاسلام تعتكر في القران القران تاع لا ما نجموش نكملوا لا ما نجموش لا ما نجموش نكملوا هكا من المفروض انت كي حضرت هوني كيما قلت لك باش تعبر على وجهه النظر الاخرى اللي نحترموها وفينا الما كتله ائتلاف الكرامة انتخبها انتخبتها فئة من الشعب ووجدت في مؤسسة برلمانية تشريعية لكن انت في قصيدتك تعرف شنو اللي شد انتباهي تحت في نفس الغلط باهو تقول انت اللي رئيس قيس سعيد استقبل ثلة فيهم الثعلب وفيهم جملة من القنافيد ولا قنف وما نعرفش شنو هي حتى التعبير اللي استعملتها ما يصيرش ما يصيرش كيما انت جاف كيما انت جاي تدافع على وجهة نظر كيما انت جاي تدافع على وجهة نظر انت تحترم وجهة النظر الاخرى لا ولا شيء اسف لا شيء اسف سمالو عندك هذه صحيحه وعندك اللغه نتاع يكرهوا الاسلام ويحبوا يدخلوا لنا دين اخر رايدوكش نعم نعم كل انسان يسعى لتخفيف الدلوقتيين خارج الملة هذه حقيقة لا يسمي الأسماء مسمياتها نقفوني انت هالكلام محبش يسمع محبش يسمع محبش يعرف اللي يوجع لهذايا تونسي اللي يوجع لهذايا تونسي وهذايا تونسي وقاعدين نسمعوا في تونس تحت نفس الراية وفي نفس الدولة يهبطوا بالخطاب بالطريقة هذية قدامنا راي عام قاعد يتابع وقدام صغيرات نجم تتبع وأجيال معناها قاعدة تسمع 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 وتتربى على خطاب كيف ما هكا نرام شيء أسف ماذا بينا خلينا نرص عليك دقيقة بالله لحظة خطرة يقول فيه مخطر أعطيني أنت شكون التونسي اللي حارب في دينه لحظة كل من يحارب كلام الله شكون حارف كلام الله القرآن يهديك شكون حارفه في تونس كلام الله حارفوه بالأفعال كيفاش مساواة المرأة مع الرجل الخروج من سياق الآية مقدد باش احنا الحالة الاستعجلية اللي احنا فيها احنا كفنانين لو كان نقفوا قدام مجلس النواب باش يقولوا لهم ما بقى في الدنيا للعبد ما يشوف ولا عاد تسمع في الأخبار ما يسر اشهد انت الأول ثماش من يشوف في طلوع الهلة لا من يرى الشهر نزيدنا نقول لك ما عاد من يروف تاركين الطاعة على مدة العمر وكل من يتقدم لقراية الحروف ينشد على الراتب قبل كل شهر لبقت مراعي نحلة الكتوف نسمعوا بالنخلة ما نراو تمر المعيشة صارت ميزان بالصروف الفقر إذا تعشى ما تحسبش افطر وانا نقول
وانا اقول يا وطن انت اللفظ وانت المعنى، يا وطن انت اللفظ وانت المعنى، وانت الدول بتاعنا واللي غدر برضك عليه اللعنه. علاش كله يا مرة نستحضرك في كل وقت الهام باسمك يا رب راسم قلب الجمهور التال واو النون سين سلام كررتهم لي من سالك هرنا في الشعر في المحاضري وكلام جا ربي يا نوف واضح سيبون لا يرجل الابداع حضر بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا لك سي جابر لا 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 يحسن بها هو يجي سكران لا لا وترنا وليت نرعش يا نوفل عليه العنف اي اي انا دوبا قابلته علاش العنف دوبا قابلته شتمني ها قدام السيد انا دوبا قابلته صدق 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 ما نعرفوش لا 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 استني عايشك من فضلك ما تحدثش في غيابه لحظه لحظه هو صحيح هو عنده عنف ولكن احنا للاسف سامحني ملك وإيمان ومقداد وما حبيتش الخوضة هذه تصير أنا حبيت قدرة على لا حبيت أنه نحكيه وشوية ما نجمناش نحكيه ما نجموش نحكوا مع هؤلاء فما لغة الحوار منقطعة لا الحوار مع ناس كل ما نجمش الحوار مع ناس ما تشاهدين وعن بكفرك من البداية ما تنجمش تحاولوا معاه هذه المأساة اللي واقعة في دور استوى اسمعني عايش خويا أنا بعمري ما يرفضوا هاو قدام مقداد هاو والله لا نعرف قاسما بالله واو صادق دوبا جاء الرجل شتمن دوبا جاء شتمن قال لي انت سكران وما سكران وكذا كذا يودي يهديك وسمحني سلم السلام عليكم قلت السلام عليكم والسلام نحن في الاسلام وتخلي القلب يانا ولا عقلي باش عارف واضح يلا انا وامي بعد نرجعوا لكم نهديوا الدنيا نفوس انا وامي نهديوا النفوس قلت هذه يا نوفل من بعد يا صادق يشاهد فيه وانا مانيش حاضر لحظه انا وامي ونرجعوا لكم بعد شويه برجوازي هو معرب ما قدها كان ولد الغرب برجوازي هو معرب ما قدها كان ولد الغرب وسس يوم النور على البلايك يا المجلس أكرم جايك يوم النور على البلايك يا المجلس أكرم جايك يوم نوار على البلايك ويوم المجلس أكرم جايك يوم نوار على البلايك يا المجلس أكرم جايك برجوازي حوام معربي يوم يقدها كان ولد الغربي برجوازي حوام معربي ما يقدها كان ولد الغربي برجوازي حوام معربي شكرا شكرا انا قدمت روحي الانتخابات على الحسنه بشمي ما عادش تضربني بالكف دي باش ننقذكم من الفقر على خير يا دي لحظه وين على خير خويا فطوري هو فطوركم لا 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 يجوز يا دي شنو لا يجوز فطوري هو فطورك وفطوري هو كاميتك لازمنا نتلموا على نفس القصعة أكرم أمان شوف لنا حل شنو أي لازمنا مصلحة الأجانب في الدولة لازمنا نضيفوا الأجانب باش المواطنين يعيشوا لا أكرم شنو الكلب متاعي أه وش شنو الكلب متاعي وش بيه لازمنا نلقاو له محل مساكن ما فماش كومبليكس يتفردوا نجموا ياخذوا ديبرسيون أي نعم لازمنا في الدولة تبجلوا مصلحة الكلب باش المواطنين يرتاحوا لازم الكلاب تاكل باش نحنا نلقوا ما ناكلوا انا راني بكل مالكم اكرم كي انت كلك مالكم انا شكون يبقى لي نجيبك في اجتماع مغلق هيا دخلوا تفضلوا شنو هذا رشحت روحي لحزب الكف وجبت فرج مدير الحمله حتى انا حاسب باش الدور باليخت بتاعي اللي شدني الحاك هاي عايش وليداتي هزوا على القوليه تصاوري في تونس كامله نحب هاي هاي شنيا بيه الولاد إنها خيانة عظمى هاي الخيانة العظمى هاي الأولاد يجهزوا على القولي تصاوري نحبها تونس كاملة بتصاوري هاي هاي تا حزب الكف تصاوري كلها على القهالي في الحيوت في الشوارع في الدنيا الكل في الثواني الأخيرة قبل ما تدوخش تحب تقول في الثواني المتبقية أعيدها إنها خيانة عظمى عسلامة ومرحبا بكم يا نواب الشعب وافرحوا يا الشعب التونسي يا ينعم افرحوا اليوم باش نقدموا لكم المناضلة رئيس حزب الكف راضية واللي شعار حملتنا الكف هو الحل صفقوا يا نواب فضل يا زعيمة يا قدوة عسلامة يا نواب جيتكم انا اليوم هنا من كتلة حزب الكف راني جيتكم لاني باش نعدكم حتى مواعيد انا اليوم جيت للمجلس لاني باش نحي لكم الفقر لاني باش نحي لكم البطاله لا حتى شيء جاي هنا بحكم نتفرج فيكم وقاعد نشوف المجلس شنيا اللي صاير فيه الخنيفري والبونيه بحكم انا مراه مشابطيه ونضرب بالكف والحركه نتاعي نتاع حزب الكف هذاك علاه جيت انا اليوم لهنا كانها على الميزانيه تصدقوها ولا يجعلكم لا صدقتوا لا السنه العام الجاي
هي يا مدام باش السنويبره مش عيات ولا زغريت فهمت؟ اسميني كان عاد زغريت انا مزغرت اكثر من الزغرطات اللي عندكم وزاد عندي اوبسيون اخرى اللي هو شعار حملتنا بلا فمك يا مدام شو الحسه ذي الفوضى عملتنا في المجلس هنا شو الحسه ذي والله تو نجي نعطيك كف تنوريك اش معناها واسكت يا شد هك شد يا مجلس يا بخل يا مسامير عوره هاي العوره ها هاو كاو كاو داخل كلك دم انت وين الدم في راسك كليت كتله برلمانيه باش نقول تو نقول لك فيه اعمل نفسك نائب تريثوا ايها النوال نوال مزال راس العاب ايها النوار يا ودي وين النوار هذا ما بك اللي تشوفه ايها النواب تريثوا لقد اتت 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 لقد اتت اتت شو يسمني يا ابراهيم الدساج من 2014 نائب شعب يصير مشاكل كيما هكا وين وين ربوه يعطي صحة أكرم ماي رجعوا شوية معطيات وشوية وشوية جو وشوية أمبيانس سي حسن معناتها راهو اللي صار قصيت منه برشا في المونتاج قصيت منه برشا يا سي حسن يا خويا بربي فما نوع ما في باليش أنا سامحني تو تقول وتحب على البوز فما نوع جاينا مش من الجاهلية ما في باليش نجيب شعر يا ولدي شاعر والناس يا ولدي مش شاعر يهديكم راهو أنتم بربي راهو فما ادعاء صفة في البلاد هذيا شنو هي الشعر هو يتهم بروحه بالشعر يتهم روحه بالشعر صدقوه جيبوه ونعطوه يعني منبر راه حرام راه عيب زادة هاك انت تدعي اللي انت كاتب ونرمال يا اخي انا كاتب عندي يعني راني مش انا ندعي انا في الشرق والغربية ما انت جاهل امي ما تعرفش الكاتب غير الكاتب ايش تعمل لك في بالك نعطيك غنية انت يمين ما تعرفوش هو اللي كتب غنية شمس الدين باشا انا وحبي على الموتو هو هلاي والله كتب الفنانين كتب الزينة القصري نية كتب معناتها به هذه اسئله محرجه كي تطلع لي السونوري انا يلزمني نعمل قرعه ونخرج سؤال محرج فهمت نوفل حاجة لحظه مين بالله لحظه بالله دقيقه بجاه ربي نوفل بالله استنى استنى شنو كل ما نحكي بالله بربي لحظه بربي درا شنو لحظه اصبر انا جي نتكلم يدي حلقات الكل اللي راكي راهو نوفل بالله غلط ها شنو انا اسمعني عندي ليك موضوع انا باهي ثقه ثقه استنى استنى لا لا بالحق ولا تنرفزت تكلم لا لا ولا تنرفزت اسمعني نوفل خويا جبت اصحابي انا باش تلاهو بيك كي نقعد نحكي انا انت ما تكلمش وينهم الاولاد بالله يدخلوا وين هذا يمارس عليه في العنف معناتها في الحصه اه صار ماكش تفاد لك عارف هو ايش غاديك ولا اسمعني اسمعني هذيك حاجه ما خير السلام تخيل شيوك صوت هكا هذوك من الحو والعو اصحابي اسمعني نحب لا قبل نحب نحكي بكل تلقائيه مانيش خايف هذاك اسمه الحو وهذاك العو اصحابي الزوق امين الامام احسن كرونيكور خدم معايا في حياتي فوالا في خبركه وقول لك انا ماخير خويا هاني انا باش نقدمها ليميسيون يجاوا ولا تجيبوا لها هنا تفضل تفضل لا ما غير عنف ما غير جيبوه جيبوه غادي ما غير عنف اتصل كرونيكور كل شيء يصير هاي سيد فوالا دي خبرك دي جي موسيقى بالله عسلمة عسلمة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من عايش 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 مرحبا بكم عايش مرحبا بكم في حلقة جديدة من لمن يسر فقط اليوم حلقة سبيسيال معنا انفيتي سبيسيال سي سمير شكو اسمك سي شكو سي سمير ديلو سي سمير ديلو ما عقلتنيش باللونيتاي سي سمير ديلو خويا عندي لك زوز اسئله نزلت انا كي باش نحكي انت باش تتكلم لا جمله جمله نخليك نعمل ثواني نتاع اسيرون هذاك ما عادش سمير ديلو هكا سمير اديلو والثانية خويا راك في الاميسيونات اللي فاتوا توا كل ما تكلم تعيط متشنج علينا خويا علاش؟ لا لا نعتذر اما انت كان عملت باربو على نضال السعدي قبل ما يطردك من دي تيب خير
خويا اما اسمعني طارق، اما انت عيطت لي باش نخدم، انا كنت رايج على روحي. باهي لا 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 بيان سور. اي معناها هو عيط لك باش انت تتكلم ويقص عليك، فرغ في قلبه فيه. الولاد خويا هاكم في بالكم اي فازت سيكي من هكايا باش ترجعوا لنوفل باش تلاقوا بيه. انت عندك مشكله صغيره. عارف شنو يا امين؟ عايش الحلو. عايش معناتها هو ريت تصوراته ضعيفه للشيء، ما عاد ينجم يخليك تتكلم ويقصك في المونتاج. لكن انت تو بالليل سيدك قلت جيت حبيت نفسر لك وكا هو فسر لي، ما عاد يخليك تتكلم ربع ساعه ويقصك ما فماش في المونتاج تطير الكل. باش نحكي قول ما حضرتش سيدك باش نحكيو على الجورنال في ساعه خبر وبعد يدخل رمزي تعلم ونمشيو فاصل الجورنال. نوف اللحظه برسمك لحظه اخي راه ريت واش قال لي ولا قال لي يا جاهل شكون واش قال هذا يا السيد هذا رجع حتى اسمع هذا كل انسان لو حسين بن عثمان معروف حتى هو عنده شويه من العنف. الاخت مي القصوري معناتها ما خذتلوش كتابه ما خلى ما قال فيه ما خذتليش شو ما خذتلو ما كانت في اللجنه هي في انت اللجنة. تشكك بربي في لحظه انه مي القصوري عندها مرجعيات ومعرفه وكذا تشكك. المهم هو واحد يجي ضده ولا ما ياخذوش كتابه خاطر يعتبره انه كتابه مثلا ما يرتقيش ان وزاره الثقافه تقتنيه يروى اللي عنيف هو زاد ما يقبلش الراي والراي الاخر ولا يقول لك ماي القصوري شكون هي باش تقيمني اي مش معقول ماي القصوري ما تاخذش كتاب بس يا حسن ايه هنا وبالك صح انا خليني نستمتع خليني نستمتع بالكلام هذا تاع الجهلوت هذا يا جاهل وجاهل انا شنو ذنبي كذا انا جيتك من هنا انا جيتك من هنا خليني نجيك انا جيب جنبه خليني نجيك انا بالحق بلا احسن نقطه لعب هل استناني انا لعب نتاعك خليني نفهمه خليني نفهمه اسمعني خلي اعطيني وذنك قربها لي اسمعني يا حبيبي سيدة مي القصوري أنا من 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 معجبين بسيدتها وحضورها التلفزيوني وخطابها يعني المتنور والتنوير هذا معروفة بحياتها استنى هذا يقينا ولكن يعني سيدة هذه يعني أوكلت لها مهمة بسيطة يعني ويعني قطعية جابتها هلا الوردي اللي كاتب على محمد عليه الصلاة والسلام موجودة فما الحدثيين يحب يحتكروا محمد فما يعني السلفيات يحبوا يحتكروا سيدنا محمد وفما الاخرين يحب يحتكروا سيدنا محمد جاءت مي القصوري اعطاها عليهم هو عنده في لجنة القراءة لجنة القراءة هي اللي تشري الكتب اي ما عجبهاش كتابك مش ما عجبهاش مش ما احترم روحك يا اخي واسمع مي القصوري جاءت في احدى الحصص التلفزية قدام الناس الكل مع اخونا امين قارة والتحية لامين قارة أي. وقال هنا في في في, في معكم ساعات في الحوار التونسي وقالت انه الكتاب هذا ابهرني ولكن قالت في فصل معين لقيتك تكتب على شفيق جراية يقول له ايش دخلك انت؟ انت ما تكتبيش على شفيق جراية هاك عنيف ما دخلك انت عنيف اقعد يرايد سنسرتك معناتها مش سنسرتني من فضلك احترمني استنى رأيي غريز روح لا في النجم نروح لا اقعد يمين لا ما نحبش العنف لا لا اقعد يمين ما صدقك وما صدقك وجهي امشي تو تفهم في صدق ما يحكش فيه العنف في الله تقوم وراها فهمني ما يحكش فيه لذلك يعني هالتجاوزات الحمقاء في الساحه الثقافيه ويعني نهان بالطريقه هذه من طرف زعمه زملاء الساحه يجي يعطل لك حياتك وعيط الوزير وبعد عشان يرشوا بالفلوس وقال لي بربي خلينا نتجاوز انا حكايه قلت بعثت قبل ما يخرج تقريب شهرين مع وديع بن رحوم ودخلي قال لي يا سي حسن ايش نصلحها العمليه قلت له معك انت ابدا انسى به سؤال قريت روايه مايا القصوري قريت طبعا عجبتك انا ما فماش حاجه تهبط في تونس تهم الموضوع هذا ما نقراهاش اعطيني عجبتك ولا بالنسبه لي روايه ما يعني لطيفه انيق لغتها انيقه وصحيحه وجملها وجملها متتابعة وعندها قدرة على السرد تقتنيها كان جيت في اللجنة انت انا بالنسبة لي اشجعها كيما الكتب الاخرين واضح واضح هذا هي كانت مكتبة وانا عندي 10 كتب يا اخي من الابهامة من الابهامة في لبنان من عام 86 10 كتب امين سمينا كتاب واحد من كتبت يسميه هو الساعة شكون
بالحق والله انا ممكن نسمع فيه بالحق والله ما نعرف حتى كتاب ما عندي حتى علاقه لا تعرف كتاب اخر في حياتك انت نعرف برشا عليك قعدتي في شنيه خلينا اعطيني اخر كتاب قريته لحظه كونفيونس ان سوا مسالتوني السؤال هذا المره اللي فاتت شنيه تحب تخرجني فهم شيء يلا نمشيو فما كاتبه جديده هم نخبركم عليها اسمها اميره غنيم كاتبه دار لكابر روايه حقيقه يعني تلفت الانتباه مزيد ما كملتهاش مزيد ما كملتهاش يا ودي مع الزجيج هذولايا يا ودي هذو ملايا يلا اخر اخبار قبل ما نمشيو فاصل نهديو امورنا نشربوا كاس تيزانا ونرجعوا لكم في الحصه هذه خبر الاسبوع بيع الرضع امهات يبعن اطفالهن جروب للتبني هذايا وحكاوا عليه حتى في وزاره المراه وحكاوا عليه انه فما ناس بالفيسبوك فما طفل ب 15000 يورو فما طفل ب 10000 يورو خاصه نساء يعرضوا ابنائهم للبيع ان توكا علاقات ساعات نساء معرسين ولكن تلمون زوي ولو فما ناس كلي متوسطه حكايتهم شكون يحب يعلق عليها فقط قبل ما نخرجوا في فاصل هذه فين موجوده سي نوف في تونس لا الاعلان وين خرج في باش فيسبوك تونسيه فيسبوك بلا اساس يبيعوا في الصغار يبيعوا في العباد وقتها حكينا عليهم مسائل عليهم هما تخباو في ساعه سوبريم تخباو في نوفل الفتات هذوما في دي جروب ما شفناها قبل سابقه بو يبيع في اولاده كاتب يافته كاتب ليفته لا لا هذاك للبيع نظرا لظروفه الاقتصاديه هذاك رمزيا لا هذاك رمزيا هذا مش فاهمين علاش لا يبيعوا بالحق هذوما يبيعوا بالحق وعملنا حبيت نقول لك عملنا فو بروفيل ودخلنا وفما شكون قال لنا فما توامه ب 15000 يورو فما شكون نوفل في بالك اللي قطوس ولا كلب ما يعملهاش حاجه ذي في بريق قطوس ولا اي نوع من حيوان في العالم ما ينجمش يبيع ولده ولا بنته خاطر القطاس ما عندهمش فيسبوك شنو هي هذا ليش شنو عبد يبيع ولده يا نوفل هذا فما اللي يبيعوا من الفقر فما بيع كلوته فما البيع كبته فما البيع ما هو الكائن البشري لو اخطر من الحيوان راه الحيوان ساعات الطف واكثر انسجام القطاس ما عندهمش فيسبوك اما احنا عندنا شيمبوك اكثر يلا فاصل ثم نعود We'll be right back.